عسلامة الناس الكل، نرحب بجميع متابعينا في قناة يوتيوب لا فالور ابسولو. قناة يوتيوب هي قناة تعليمية خاصة بالمواد العلمية. ما تنساش باش تعمل ابوني باش يوصلك كل جديد. اليوم اخترت باش نصلح مع بعضنا تمرين عدد 2 في مناظرة ختم التعليم الأساسي لدورة 2019. تعاملنا ولا إذا نبدأ بالتمرين. نعتبر العددين الحقيقيين A تساوي 12 مع جذر 200 إلا جذر 8، و B تساوي 2 في 6 مع 3 جذر 3. سؤال أول A، بين أن A تساوي 2 في 6 مع 4 جذر 2. B، قارن بين 3 جذر 3 و 4 جذر 2 ثم استنتج أن B أصغر من A. السؤال الثاني، بين أن B تساوي 3 مع جذر 3 قوة 2 و A تساوي 2 مع 2 جذر 2 قوة 2. السؤال الثالث، ليكن العدد الحقيقي C يساوي 3 مع جذر 3 على 2 مع 2 جذر 2، بين أن C قوة 2 أصغر من 1، ثم بين أن C محصورة بين 1 على 2 و 1. هذا بالنسبة لنص التمرين. نبدأ بسؤال الأول. سؤال الأول A، بين أن A تساوي 2 في 6 مع 4 جذر 2. إذا نبدأ بالعبارة A اللي نعرفوها اللي عطاهالنا، A تساوي 12 مع جذر 200 إلا جذر 8. هنا عندي جذر 200، نعرفوا إلي 200 هي 8 في 25، إذا جذر 200 هي جذر 25 في جذر 8. جذر 25 هو 5، معنى تولي A تساوي 12 مع 5 جذر 8 إلا جذر 8، تساوي 12 مع 4 جذر 8، وجذر 8 هي 2 جذر 2، معناها تساوي 12 مع 4 في 2 جذر 2 تساوي 12 مع 8 جذر 2. لهنا وقال لي كان باش نعمل تفكيك ب 2، نعرف ان 12 هي 2 في 6 و 8 هي 2 في 4، اذا تولي لي A تساوي 2 في 6 مع 4 جذر 2. هيك نكون جاوبت على السؤال الاول، سهل، فقط عملت تفكيك. تعادل المقارنة، قارن بين 3 جذر 3 و 4 جذر 2. إذا في المقارنة في الجذور التربيعية ديما نقارن القوة 2، ديما نهزهم قوة 2، ديما كيف تبدا عندي جذور تربيعية نهزهم قوة 2، معناها 4 جذر 2 قوة 2 هي 32، 3 جذر 3 قوة 2 هي 27، 32 أكبر من 27، معناتها 2 4 جذر 2 قوة 2 أكبر من 3 جذر 3 قوة 2. ونعرفوا اللي 3 جذر 3 و 4 جذر 2 على عددان موجبان، إذا 4 جذر 2 أكبر من 3 جذر 3، عددان موجبان. عندي 4 جذر 2 قوة 2 أكبر من 3 جذر 2 قوة 2، إذا ما تتغيرش العلامة، 4 جذر 2 أكبر من 3 جذر 3. نتعدوا للمقارنة، مقارنة A و B. نبداو بالنتيجة اللي تحصلنا عليها، نعرفوا اللي 4 جذر 2 أكبر من 3 جذر 3، هذه خدمناها في السؤال اللي قبله. إذا اش نعمل؟ نزيدها 6، يعني 6 مع 4 جذر 2 أكبر من 6 مع 4 مع 3 جذر 3. نزيد نفس العدد من جهتين، المقارنة ما تتغيرش، نطرح نفس العدد من الجهتين كيف كيف، المقارنة ما تتغيرش. معنى كيف نزيد ولا نطرح نفس العدد من الجهتين، المقارنة ما تتغيرش. 3 عندي نفس العدد اللي هو 6، إذن عندي 6 مع 4 جذر 2 أكبر من 6 مع 3 جذر 3. نضرب في 2 من الجهتين في نفس العدد، ضربت في نفس العدد من الجهتين والعدد هذاك موجب، 2 عدد موجب، كيف نضرب في نفس العدد وهو عدد موجب، العلامة ما تتغيرش. إذا ضربت في 2 من جهتين عدد موجب، بقات لي 6 في 2 في 6 مع 4 جذر 2 أكبر من 2 في 6 مع 3 جذر 3، ما تغيرتش. تتغير وقتاش؟ كاش كي نضرب في عدد سالب، نضرب في عدد سالب العلامة تتغير، كي نضرب في عدد موجب العلامة ما تتغيرش. إذا هنا ضربت في عدد موجب ما تغيرتش، بقات لي 2 في 6 مع 4 جذر 2 أكبر من 2 في 6 مع 3 جذر 3. 2 في 6 مع 4 جذر 2 هي A، خدمناها قبل، و 2 في 6 مع 3 جذر 3 هي B اللي عطاها لي، معطى. يعني A
أكبر من بي، وبالتالي بي أصغر من أ. هنا كتبت بي أصغر من أ على خاطر هو طلب مني نبين اللي بي أصغر من أ. ديما نحاول نجاوب على المطلوب، هنا ما نكتبلوش أ أكبر من بي ولو أنها صحيحة، لكن هو طلب مني بي أصغر من أ، إذا ديما نعطيه المطلوب اللي طلبه مني، إذا بي أصغر من أ. تعدل لهنا بين أن بي تساوي 3 مع جذر 2 قوة 2. 3 مع جذر 2 قوة 2 شن هما؟ فكرونا بالجزيئات المعتبرة. إذا باش نعمل لهنا نشر بالجزيئات المعتبرة، 3 مع جذر 3 قوة 2 نعرفوها تساوي 3 قوة 2 مع 2 في 3 في جذر 3 مع جذر 3 قوة 2 اللي هي 3. يعني 3 قوة 2 مع 2 في 3 في جذر 3 مع جذر 3 قوة 2 يعني مع 3. نحسب تساوي 12 مع 2 في 3 في جذر 3 تساوي 12 مع 6 في جذر 3، يعني باش نعمل تفكيك ب 2، يعني 2 في 6 مع 3 جذر 3 اللي هي العبارة ب. إذا ب تساوي 3 مع جذر 3 قوة 2. هنا فقط طبقت القاعدة، طبقت قاعدة الجزيئات المعتبرة نتاع أ مع ب قوة 2 اللي نعرفوها، طبقت القاعدة كهو. هنا المطلوب أنك تحفظ القاعدة وتطبقها، لهنا المطلوب أنك تعرف القاعدة وكهو. التطبيق نتاعها سهل، جست تحسب. إذا الجزيئات المعتبرة ماذا بينا ديما نحفظوهم، نعرفوهم كيفاش نطبقو، سيرتو لازمنا نحفظوهم. الجزيئات المعتبرة اللي قريناهم لازمنا نحفظوهم خاطر ديما نخدمو بهم. السؤال اللي بعده، كيف كيف لهنا باين أن أ تساوي 2 مع 2 جذر 2 قوة 2. جزيئات معتبرة أ مع ب قوة 2، يعني باش تولي لي 2 قوة 2 مع 2 في 2 في 2 جذر 2 مع 2 جذر 2 قوة 2. طبقت القاعدة، تساوي 4 مع 8 جذر 2 مع 8 اللي هي 12 مع 8 جذر 2. 12 هي 6 في 2، 8 هي 4 في 2، عملت تفكيك ب 2 يعني 2 تساوي 2 في 6 مع 4 جذر 2 اللي هي العبارة أ. كيف كيف لهنا طبقت القاعدة، أ مع ب قوة 2 أي عملية نلقاها في الفورمة هذه، أ مع ب قوة 2، أ مع ب يعني كلها قوة 2 بين قوسين، ديريكت مخي يمشي للجزيئات المعتبرة اللي حفظتهم ونخدمهم نطبق القاعدة بالمرحلة بالمرحلة، ما نحرق حتى مرحلة، فقط نطبق القاعدة نبدا نحافظ القاعدة متاعي، نجم نخدم التمرين هذايا ماهوش صعيب. يعني أ تساوي 2 مع 2 جذر 2 قوة 2، هاني جاوبته على السؤال هذايا. في الأخر تحصلت على أ تساوي 2 مع 2 جذر 2 قوة 2. السؤال اللي بعده، أعطاني سي، سي هي 3 مع جذر 3 على 2 مع 2 جذر 2. لهنا طلب مني باش نبين اللي سي قوة 2 أصغر من 1، إذا نحسب سي قوة 2. سي قوة 2 هي 3 مع جذر 3 قوة 2 على 2 مع 2 جذر 2 قوة 2. لاحظت لهنا اللي الأسئلة كلها متسلسلة، كل سؤال يمهد لي للسؤال اللي بعده، كل سؤال نستعمل النتيجة نتاعو باش نخدم بها السؤال اللي بعده. إذا هنا خرجنا قبل اللي 3 مع جذر 3 قوة 2 هي البي، وخرجنا اللي 2 مع 2 جذر 2 قوة 2 هي الأ. إذا سي قوة 2 هي ب على أ، سي قوة 2 ما هي إلا ب على أ. طلب مني باش نبين اللي سي قوة 2 أصغر من 1، حنا نعرفوا اللي الكسر يبدأ أصغر من 1 يعني البسط نتاعو أصغر من المقام. كيف يبدأ البسط أصغر من المقام؟ يعني الكسر هذاك بكله أصغر من 1. باش نقارنوا بين كسر واحد لازم يكون البسط أصغر من المقام باش يكون الكسر أصغر من 1. إذا هنا نعرف اللي بي أصغر من أ، كيف كيف جاوبت عليه في الأسئلة اللي قبله، نعرف اللي بي أصغر من أ، إذا بي على أ أصغر من 1، وبالتالي سي قوة 2 أصغر من 1. إن شاء الله يكون واضح التفسير. نتعدل اللي بعده، لهنا طلب مني باش نبين اللي سي محصورة بين 1 على 2 و 1، يعني سي أكبر من 1 على 2 و سي أصغر من 1. كيف كيف نستعمل السؤال اللي قبله، بينت اللي سي قوة 2 أصغر من 1 وسي عدد موجب، سي قوة 2 أصغر من 1 وسي هو عدد موجب، إذا سي أصغر من 1. هذه اشطر الإجابة جاوبت عليها، جاوبت اللي سي أصغر من 1. شنو يبقى؟ قال لي باش نبين اللي 1 على 2 أصغر من سي،
والا سي اكبر من 1/2، لهنا شنو نعمل؟ باش نخدم المقارنه باستعمال الفرق. المقارنه باستعمال الفرق، نعرف ا الا ب عدد موجب، اذا ا اكبر من ب، ا الا ب يساوي عدد سالب، اذا ا اصغر من ب. باش نستعمل القاعده هذه، باش نعمل المقارنه باستعمال الفرق. اذا سي الا 1/2 اللي هي 3 مع جذر 3 على 2 مع جذر 2 الا 1/2. نوحد المقامات ونحسب، تساوي 3 مع 3 جذر 3 الا 1 الا جذر 2 على 2 في 1 مع جذر 2. هنا وحدت المقامات وتحسبت في الاخر، تحصلت 4 مع جذر 3 الا جذر 2 على 2 في 1 مع جذر 2. نحب نعرف العلامة متاع الكسر هذا، موجب ولا سالب؟ إذا عندي المقام معروف موجب، خاطر عندي 1 مع جذر 2 موجب، ضربتها في 2 اللي هو عدد موجب، إذا هو موجب. قال باش نبين اللي باش نعرف علامة 4 مع جذر 3 إلا 2. باهي، جذر 3 قوة 2 هي 3، جذر 2 قوة 2 هي 2، 3 أكبر من 2، إذا جذر 3 أكبر من جذر 2، وبالتالي جذر 3 إلا جذر 2 عدد موجب، وأربعة عدد موجب، إذا أربعة مع جذر 3 إلا جذر 2 عدد موجب، ومقام هو موجب، موجب على موجب هو عدد موجب، معناتها سي إلا 1/2 عدد موجب، وبالتالي سي أكبر من 1/2، يعني سي أكبر من 1/2 معناها 1/2 أصغر من سي، وبينا اللي سي أصغر من 1، إذا جاوبت على السؤال، إذا 1/2 أصغر من سي أصغر من 1. تمرين في المتناول، يكفي أنك تكون حافظ القواعد متاعك، كيف كيف تعرف تحسب شوية في الكسور، مش حاجة صعيبة، مراجع درسك مليح، فاهم القواعد متاعك، نجم تاخذ التمرين كله بصحيح. إن شاء الله يكون واضح، إن شاء الله تكونوا فهمتوا مليح. ما تنساش باش تبارتاجي الفيديو هذايا باش يشوفه أكبر عدد ممكن من صحابك. أعمل أبوني في قناة يوتيوب لا فالور أبسولي، وإن شاء الله في فيديو قادم. للقاء.